فهذه كلها التطورات هذه أصبحت مجال أو خلنا نقول جبهة جديدة خصبة للمحتالين. في السابق في خطورة الاحتيال التقليدي، في خطورة أنه ممكن يكتشف أو ينصاد، لأن لازم يروح بجسمه ويقابلك فيزيكلي أو كذا. الآن لا، أصبح عن بعد، بإمكانه في بيتهم، قد يكون حتى في دولة أخرى. صحيح. يرسل لك إيميل، إذا نجح نجح، إذا ما نجح ما ضرب. أول كان يحتال لما يستهدف أشخاص، يستهدف 1، 2، 3، 10. الآن يرسل مية في وقت واحد، بالضبط 100 شخص في لحظة واحدة بضغطة زر. فعلا. يشوف من هالمئة يطلع على 2، 3، تعتبر كسبان. كسبان أكيد. فهذه ربما يعني الفرق ما بينهم إنه فقط تحول الصورة أصبح سهل. إحنا سهلنا على نفسنا استخدام أو إجراء أعمالنا اليومية، كذلك المحتال سهل عليه إجراء أعماله. في السابق أنت لازم تروح للبنك أساس تفتح حساب أو تسحب فلوس، الآن أنت من بيتك. المحتال كذلك ما يحتاج إنه يروح ينتظرك عند مكينة الصراف عشان يقدر يضحك عليك، الآن وهو في بيته ممكن يضحك عليك برابط أو بصفحة وهمية ويخدعك.